في آخر تطورات المشهد العراقي، حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من عواقب وخيمة إثر الاحتقان السياسي بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري واللجوء إلى لغة الشارع بين الخصمين. تحذيرات الكاظمي جاءت بعد ساعات من انتهاء اعتصام لمناصري الإطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء وبجوار اعتصام الصدريين. شاخ العراق ولا تزال معاناته متلاحقة منذ الاحتلال الأمريكي إلى اليوم. هذا المسن شاهد على معاناة العراق ولا يزال يرفع الشعار نفسه منذ سنوات معاندا سأم السياسة وتكاليفها رغم تجاوزه 80 عاما. احنا نريد نغيرهم، هذول كلهم نغيرهم، ابو محاسبة المفسدين يطلعون علني يطلعون قدام الشعب. هو غضب يطرح تساؤلات عميقة في بلد يقف على منعطف خطر بين ضفتين شيعيتين تزداد خصومتهما. فالانزلاق نحو العنف بات وشيكا مع لجوء الإطار التنسيقي للغة التظاهر تزامنا مع استمرار اعتصام مناصري التيار الصدري. ولطرفي المعادلة اللذين اختارا الخصومة في الشارع مواقف سياسية حادة سمتها عناد الجلوس على طاولة الحوار. الإطار التنسيقي اختار الدفع بالتظاهرات ضد ما وصفه بالطغيان الدكتاتوري ولدعم الشرعية ووقف أي مساع لإلغاء العملية الديمقراطية وفق ما يرى. أما الصدر فقد وسع من ميدان الخصام فطلب من مناصريه بالمحافظات النزول إلى الشارع ورفع من قائمة مطالبه، فليس رفض ترشيح محمد السوداني رئيسا للوزراء ما يريده هؤلاء المعتصمون، بل يذهب الصدر إلى المطالبة بتغيير النظام السياسي والدستوري للعراق محاولا التأكيد أنه يجمع الطيف الأكبر من البلاد. وما أعلام العشائر والقبائل هذه بين أنصاره إلا محاولة للتأكيد على سعة عباءته الشعبية. وبين الخصمين استطاعت قوات الأمن العراقية إغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد لمنع دخول متظاهري الإطار التنسيقي إليها، وهو أمر لو حصل لأخذ المشهد إلى تناحر لا تدرى تداعياته. وسط كل ذلك يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة لم يكن سوى شرارة كشفت عما في صدور الخصمين، فكل طرف يبعث برسائله ويحاول التأكيد على قوته ليس بحشد الأنصار متى شاء بل بسحبهم أيضا، كما لو كانت البلاد في لعبة سياسية يريد كل طرف منها كي يأيد الآخر بأقل الخسائر. ولا تزال البلاد تنتظر إما حوارا أو مزيدا من التأزيم، ويبدو بأن أيام العراق المقبلة حبل بالمزيد إن لم يكن بالخطير. للمزيد أرحب بضيفي من بغداد باسل الكاظمي الإعلامي والمحلل السياسي، كذلك ينضم إلينا من العاصمة العراقية يونس الكعبي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ باسل. سأبدأ معك، لماذا لا يتجاوب التيار الصدري مع دعوات الحوار ومبادرة التفاوض في أربيل؟ بالبداية تحية طيبة لكم ولقناتكم الموقرة وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم سيد العزيز. نتحدث عن مسألة الحوار ولماذا لم يستجيب. هنالك حوارات كثيرة كانت في السابق منذ انتهاء الانتخابات لحين الشهر السابع، ولكن الإطار التنسيقي كان متعند ومصر على رأيه حول مسألة التوافقية وحول مسألة بأن الكثير من المسائل التي تتقاطع مع مبادئ التيار الصدر والسيد مقتدى الصدر. السيد مقتدى الصدر سابقا إن نتحدث وضع الكثير من النقاط حتى بأن يتقارب مع الإطار التنسيقي، وقال إنهم أخوتنا، من ضمنها حل الميليشيات والفصائل المسلحة والسلاح يسلم إلى الدولة والانتهاء من الولاءات الخارجية، لكون من أوصل العراق إلى هذه المرحلة الولاءات الخارجية وكأنما العراق أصبح عبارة عن حديقة خلفية إلى هذه الدولة وتلك الدولة. إن نتحدث في الوقت الحالي السيد الصدر لا إشكال لديه بأن يتباحث أو يدخل بحوارات، لكن الطرف الآخر هو مصر ببعض النقاط، من ضمنها السيد الصدر تدخل بمباحثات حول مسألة الإطار، فسوف تكون على رأس الهرم هي الميليشيات، على رأس الهرم سوف تكون
بأنه الإطار التنسيقي أن يرفض ويستنكر تصريحات التي سربت من المالكي، من ضمنها السيد الصدر اليوم يتهم المالكي بالكثير من الملفات ويطالب من المالكي التنحي عن العملية السياسية وتسليم نفسه إلى القضاء كما ذكرها في السابق. فسيد العزيز، هذه كلها المسائل التيار ليس لديه أي إشكال، لكن اليوم حتى هنالك تغريدة من السيد الصدر توجهها إلى الحاج هادي العامري وقال أين المواثيق والتعهد حول الإصلاحات التي اتخذت في السابق، حتى بأنه اليوم يوجد هنالك حوار آخر ونأخذ تعهدات فيما بيننا. فبمعنى هنالك مسألة فقدان الثقة بين الأطراف هي فوق جميع المسميات. الإطار التنسيقي نتحدث بكل صراحة يكيلون بمكيالين أو بأنهم يتعاملون بإزدواجية. اليوم نفسهم الذين خرجوا بمظاهرات يقولون هذه المظاهرات لحفظ أمن الدولة والسيادة وإلى آخره. هل نسينا بالقريب العاجل ليس ببعيد عندما كان الإطار بأن يدخل إلى المنطقة الخضراء ويتهجم على الدولة ويستخف بسيادة الدولة؟ هل نفس هذه الأطراف التي كانت تتحدث بالسابق بهذه اللهجة تتحدث اليوم بنفس اللهجة؟ نحن نقول وبصريح العبارة الأطراف السياسية لا تريد أن تنزل من أعلى التل وتقدم تنازلات. لحد هذه اللحظة كل الجماهير التي خرجت في الشوارع، هل لاحظنا القوى السياسية ما تمتلك ثقافة وتقول نحن فشلنا بإدارة الحكم على مدى 18 سنة وهذه مخلفات الفشل لا نرى منكم من هذه الأطراف؟ فمن الصعوبة اليوم يوجد هنالك حوار بين التيار يعني الصدري أنت ترى وبين أن هناك الإطار إذا لم تلبى هذه الشروط التي وضعها التيار الصدري، رغم أن هذه الشروط تتغير بين يوم وآخر. أستاذ يونس الكعبي، تعتقد أن مطالب التيار الصدري هي مطالب ربما تعجيزية للغاية؟ يطلب من هادي العامري الانسحاب، رئيس تحالف الفتح الانسحاب من الإطار التنسيقي، استنكار صريح لكلام نور المالكي في التسريبات الأخيرة، وهناك تسريب جديد كذلك، وتحديد ضامن لإنقاذ العراق من أنياب الفساد كما قيل. أولا مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وضيف الكريم، ونحمد الله على سلامة المواطنين وسلامة الحبيبة بغداد. اليوم كان الجميع في قلق بما كان سيحدث، ولكن الحمد لله يعني الانضباط العالي للمواطن العراقي أعطى صورة حضارية. التظاهر هي واحدة من مظاهر الديمقراطية، وهي حالة طبيعية تحدث في جميع البلدان ذات النظم الديمقراطية. نأتي إلى سؤالك، يعني الموضوع الإطار والتيار ليس بجديد، هذا الخلاف السياسي وأيضا الخلافات الحادة برزت أثناء الانتخابات، قبل الانتخابات، بعد الانتخابات. المشكلة هو يعني هناك وجهات نظر مختلفة، يعني كل لديه وجهة نظر وكل وجهات النظر محترمة، ولكن أن تصل هذه الخلافات إلى الشارع هذا هو علامة الاستفهام الكبيرة. يعني لا تعجز السياسة عن الحلول حتى نذهب إلى الشارع، تابع حلول الشارع حلول فيها خسائر كثيرة وخسائر كبيرة واحتقان للشارع، وهذا ما لا يريده الجميع. يعني كنا نسمع ولا زلنا نسمع أن هناك فتنة يراد لها أن تكون في العراق، والجميع كان يحذر من الوقوع في الفتنة، فلماذا نقدم هذا الحطب لهذه النار؟ لكن في المقابل أستاذ يونس، يعني أظني سأقاطعك لإبدأ بعض الملاحظات. ما لا أوصل الشعب العراقي إلى هذا الحد، وليس من حق الشارع العراقي أن يخرج بعيدا عن الإطار والتيار الصدري. أليست المطالب التي يعبر عنها اليوم مطالب مشروعة ومحقة، طالما أن السياسيين قد عجزوا وفشلوا في إدارة شؤون الدولة منذ 18 عاما؟ أستاذ العزيز، هذا الجمهور جمهور سياسي وليس الجمهور العام. يعني لا ننسى أن هذا جمهور التيار الصدري هو يمثل الوجه الشعبي أو القاعدة الشعبية للتيار الصدري أو الكتلة الصدرية، وجمهور الإطار هو القاعدة الشعبية لقوى الإطار التنسيقي. هذا ليس الرأي الشعبي، يعني لا ننسى أن حتى الانتخابات غالبية الشعب العراقي لم يشارك بها، لذلك
لا يمكن لجهة معينة، بل لأنه فقد الثقة، فقد الثقة بالأحزاب السياسية وبالسياسيين. يعني تظاهرات العام 2019، تظاهرات محافظات الجنوب على تردي، نعم، الأوضاع، نقص انقطاع الكهرباء، نعم، البطالة، تلك تظاهرات، كل ذلك يعني لا نرى، نعم، أنها أسباب كانت لدى الشعب محقة في الخروج والتظاهر عليها. نعم، تلك تظاهرات عامة من شرائح مختلفة، كانت تظاهرات مطلبية ومن شرائح، من جميع شرائح المجتمع. أما هذه فخلفياتها سياسية واضحة، أنه خلافات سياسية لم تحل في الأروقة السياسية، نزل الخلاف إلى الشارع، وهذا ما حصل اليوم. ما نريد أن نقوله أن الجميع مسؤول عن هذه النتائج، لا أحد يمكن أن يخرج نفسه خارج دائرة الاتهام أو خارج دائرة المسؤولية، لأن كل الأحزاب السياسية مشتركة في العملية السياسية من 2003 لحد الآن. نعم، قد تكون مستوى المشاركة بنسب عالية أو بنسب قليلة، البعض ربما في فترات انسحب، ولكن في المنظومة السياسية الجميع متواجد، الكل شارك في هذا العقد السياسي الذي يدير العراق من 2003 ولحد الآن، الكل وافق على هذا الدستور الذي هو يحكم العراق من 2003 من 2005 عفوا ولحد الآن. وهذا النظام السياسي وهذا الترتيبات السياسية أتت بمنظومة عالمية، ليس العراق هو من اختار هذا النظام، يعني ليس هناك حرية كانت للشعب العراقي في اختيار شكل النظام. لا ننسى أن الاحتلال الأمريكي والولايات المتحدة هي التي فرضت هذا الاحتلال. قد انتهى هذا الاحتلال، ألم ينتهي؟ غاية في التعقيد، ألم ينتهي هذا الاحتلال أستاذ يونس؟ لا، الاحتلال انتهى، يعني تعليق كل السياسي. المشاكل في العراق على الاحتلال يعني ليس فيه مبالغة، يعني أنا الأول العراقيين أن يجلسوا، ولكن هذا النظام، نعم أستاذ العزيز، دعني أعيد العبارة حتى تكون تفضل مفهومة. تفضل. هذا النظام السياسي أسسته الولايات المتحدة في 2003، وهذا النظام بقي من 2003 وإلى الآن وترسخ في الدستور، يعني ليس جديدا أنه الموضوع يعني انطرح الأمس أو الأمس، يعني في الدستور النظام في العراق نظام برلماني متعددي فيدرالي، هذا مكتوب في نصوص الدستور في ديباجة الدستور. لذلك تغيير هذا النظام يتطلب أولا إجماع داخلي وإجماع خارجي. إجماع داخلي أنه القوى السياسية الفاعلة في المجتمع، طبعا من كل المكونات، أنا أقصد الإطار والتيار، كل الحركات السياسية يجب أن تكون لها إرادة بتغيير شكل النظام إلى نظام آخر، هذا أولا. ثانيا الإرادة الدولية، العراق ليس بلد هامشي في مجاهيل العالم. اليوم كل مصالح الدول الكبرى ومصالح دول المنطقة والجوار والجوار القريب والبعيد تتقاطع مصالحها في العراق، لذلك وجود العراق واستقراره ونظام السياسي موضوع يهم الجميع، لا يمكن لطرف سياسي لوحده أن يقرر مصير هذا البلد. لذلك ربما الاحتلال الأمريكي انتهى في العراق، ولكن النفوذ الأمريكي موجود، النفوذ دول الجوار موجود، الجميع لديه مصالح في العراق، لديه مطامع في العراق، لديه قضايا مشتركة، قضايا مستقبلية، لا يمكن بجرد قلم أن نمسح كل هذا التاريخ وكل هذا النظام. إذن عوامل داخلية وخارجية. طيب، عوامل داخلية وخارجية. أستاذ باسل، يعتقد التيار اليوم، التيار الصدري أقصد، أن التظاهرات والاعتصام وتعطيل المؤسسات في الاقتحام مجلس النواب والمكوث فيه سيكفل برأيك انتقال العراق إلى بداية جديدة؟ البعض يرى ربما ليس من السذاجة، واعذرني على هذا التعبير، الاعتقاد بذلك بدل من الجلوس إلى طاولة حوار وكما أشار ضيف الأستاذ يونس والحديث عما يتطلب من خطوات لتغيير واقع العراق. سيد العزيز، بالبدء قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أعلق تعليق بسيط على ضيفكم الكريم، يتحدث عن النظام الذي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لولا جهودها لم تأتي هذه القوى السياسية اليوم الذي تدعي بالوطنية وإلى آخره، وسلمتهم الحكم على طبق من ذهب. فالشخص الذي هو يعتبر تابع ويعتبر يتعامل بالإملاءات يبقى لا يتغير، أما رجل الدولة لا، رجل الدولة إن يكون هناك ضغوطات أمريكية إيرانية سعودية غيرها يبقى يستنزف كل إمكانياته من أجل الحفاظ عن البلد.
من أجل الحفاظ على سيادة البلد، من أجل أن يرتقوا بمستوى المسؤولية لهذا البلد ويحققوا إنجازات. أمريكا أعطتكم العراق وقالت لكم خلصتكم من ذلك النظام، انظروا ماذا سوف تفعلون. لاحظنا إنجازاتهم التي ترجمت على أرض الواقع بدون استثناء كل القوى السياسية، لكن أنا أخص القوى السياسية التي أخذت على عاتقها الجانب التنفيذي ورئاسة مجلس الوزراء، أثبتت أنها أسوأ قوى سياسية بتاريخ بلد عمره 7000 سنة. إلا بالله عليك سيد العزيز، اليوم هنالك محافظات الجنوبية والوسط تطوف على البترول، لكن أبناء المحافظات لا معيشة، لا كهرباء، لا خدمات، لا عمل، بطالة هنالك. هل هذا إنجازكم؟ عندما تأتي إيران وتصول وتجول في العراق، هل هذا إنجازكم؟ عندما في كل يوم تسقط الصواريخ الكاتيوشا على أبناء جلدتنا، هل هذا إنجازكم؟ عندما يتم بين كل فترة اقتحام الخضراء ومكتب رئيس الوزراء، هل هذا إنجاز؟ هذا لا يمكن. إن نتحدث عن مسألة الحوار ومن المحتمل مطالب الصدر الصعبة، لا ليس بصعوبة، لو كانت القوة السياسية بكل صراحة تثبت إلى المواطن بأن وجودها وتواجدها من أجل خدمة المواطن لتغيرت الآلية، تغيرت الاستراتيجية. أما عندما يرى المواطن بكل انتخابات تعاد نفس الكرة ولا يوجد تغيير، فأين الحوار؟ هذه الأطراف لديها ثقافة واستراتيجية بأن الحوار لا يمكن أن نتعامل به. هذه الأطراف بالله عليك منذ متى وهذه الأطراف تتعامل وتطالب بالحوار؟ هي حوارها البندقية، حوارها الكاتيوشة، ليس حوارها الجلوس على طاولة ويتعاملون كرجال دولة وإلى آخره. لو تعاملوا بهذه السياسة لما وصلنا إلى هذه المرحلة. دعني أسألك أستاذ باسل، أستاذ باسل، يعني التيار الصدري لديه كذلك مسؤولين في الدولة العراقية، يعني يتحمل هو الآخر جانب من هذه المسؤولية، ثم من بين مطالبه محاسبة حيتان الفساد الكبار. البعض يقول إذا ما جرت هذه المحاسبة، أولا يجب تحديد من هم الفاسدين الكبار، ثم من سيحاسبهم، ثم ألا يخشى من أن يطال الحساب الجميع دون استثناء، يعني نشر الغسيل الوسخ لن يستثني أحدا، وإن وقع ذلك ربما سيكون له تداعيات وعواقب. أحسنت. بالبدء حتى لا يأتي شخص ويتحدث ويقول التيار لديه ملفات ولديه شخصيات فاسدة، ما عندما السيد مقتدى الصدر، بالمناسبة أنا ليس من أتباع التيار الصدري وأنا من أشد المعارضين. أنا أسألك التيار الصدري والسيد مقتدى، أسألك كمتابع. نعم بثواني نعم، بس أريد أن أكمل، الفكرة. لكن بهذا الجانب أنا أرى بأن ما تدعى إليه السيد الصدر مسألة إيجابية. السيد الصدر عندما دعا إلى المظاهرات وإلى الاعتصامات قال أنا لا أكون قائد، أنا أحد أفراد الذين سوف يتظاهروا ويعتصموا، حتى لا يوجد شخص يقول بأن التيار الصدر لديه كذلك ملفات. فبمعناها هو اليوم عندما يطالب بالإصلاحات، السيد مقتدى الصدر هو ليس قاضي، ليس محاكم، ليس إلى آخره. السيد مقتدى الصدر هو يطالب بالإصلاح، وهنالك محاكم وقضاء. أي شخص تثبت عليه التهم بالفساد الإداري والمالي وتلطخت أيديهم بدماء أبناء شعبنا، لكن ربما ذلك أستاذ باسل، ربما ذلك سيتطلب نعم. أن يكون هناك جهاز قضائي قوي. البعض يتهم الجهاز القضائي، وأنا أنقل ليست وجهة نظري طبعا ولا وجهة نظر القناة، بأن في السلك القضائي من يتبع هذا الحزب أو ذاك الحزب، يعني العملية تحتاج ربما إلى نفضة كبيرة قبل أن تتم محاسبة من ضمن الفاسدين.
من ضمن المطالب التي دعا إليها هذه المظاهرات بأنه إصلاح الجهاز القضائي، لكون هنالك مصطلح يقول إذا صلح القضاء صلحت الدولة، وإذا فسد القضاء فسدت الدولة. فبمعنى اليوم السيد الصدر يعني كذلك هو يتهم جوانب من القضاء بأنها تجامل وأنها تسايس هذا الطرف وذلك الطرف ولا تتعامل وتضرب بيد من حديد. فبمعنى السيد الصدر كذلك حتى على مسألة القضاء قبل يوم أمس دخلوا رحلوا ووصلوا إلى بناية مجلس القضاء الأعلى، أراد من خلالها أن يصل رسالة بأن المتظاهرين بإمكانهم أن يدخلوا، لكن أنا الذي طلبتهم بالانسحاب من البناية. في المقابل بإمكان أنصار الإطار التنسيقي وهم قوة يعتد بها أن يذهبوا كما فعلوا إلى المنطقة الخضراء أكثر من مرة، أن يذهبوا إلى مكتب رئيس الوزراء، أن يذهبوا إلى الجهاز القضائي، وهناك مخاطر من وجود شارعين. سأعود لك أستاذ باسل. أستاذ يونس، طيب ما هو المخرج إذا كان لدى التيار الصدري مطالب الإطار التنسيقي ربما يتحفظ كثيرا لديه هامش من المناورة ويمكن له أن يتنازل بعض الشيء للإطار للتيار الصدري، برأيك كيف يمكن الخروج من هذه العملية في ظل هذه المواقف؟ تعتقد العودة إلى المربع الأول، الاحتكام والقول الفصل أن يكون للشعب العراقي، الرجوع إلى إرادة العراقيين ربما قد يكون كفيلا بنزع فتيل الأزمة، وأقصد هنا حل البرلمان وانتخابات تشريعية مستعجلة؟ نعم، يعني أذكر نفسي وأذكر الأخوة والضيف الكريم أنه الحلول يعني لدينا حلول ذهبية ولكن نحن لن نلتزم بها. المرجعية أعطتنا الكثير من الحلول في كثير من المشاكل، وليست المرة الأولى التي يحدث فيها مشاكل سياسية وتقاطعات. يعني دائما عندما يسأل المرجع الأعلى عن ماذا نفعل يقول أنه صندوق الاقتراع هو الحل الوحيد، يعني لا يوجد مخرج هناك إلا طريق الديمقراطية وطريق الانتخابات وصناديق الانتخابات. مع كل الملاحظات يعني لا يمكن أي شكل آخر من أي أشكال الرغبات أو أشكال الأنظمة، لا يوجد شيء غير الاحتكام إلى الصندوق وإلى الشعب. هذا المجال الأول. المجال الثاني هو الدستور، هذه الشريعة التي صوت عليها 60% من الشعب العراقي. نعم هناك ملاحظات على هذا الدستور، بعض الفقرات كتبت على عجالة، كانت تحت ظروف معينة، ولكن يبقى هذا هو الوثيقة بين كل يعني الشرائح السياسية الموجودة في البلد. يعني ننسى البلد ليس يعني حقا على طائفة معينة أو حزب معين، العراق متعدد الأعراق وتعدد الأطياف وتعدد العشائر وتعدد التوجهات، وبالتالي لا يمكن أن يكون بودقة يحتوي الجميع. نعم. وذلك الشريعة الوحيدة التي تجمع الجميع هو الدستور العراقي. عندما نطالب بإلغاء الدستور وإلغاء السلطة القضائية، إذن ماذا تبقى في هذا البلد حتى نحتكم إليه إلا الأهواء الشخصية والأهواء السياسية؟ طيب في المقابل أستاذ يونس، لا يوجد لدينا حل آخر. عندما نتقاطع يعني عندما نتقاطع يجب أن يكون هناك يعني يجب أن يكون هناك مرجع نرجع إليه في أمورنا. المحكمة الاتحادية والدستور هو الحامي للفرقاء. طيب يعني هذا نعم. اتفق عليه الجميع. الآليات الدستورية لا يجوز أن نتهم القضاء والقضاء. طيب يعني أنت تقول العودة أو الاحتكام إلى الآليات الدستورية وإلى إرادة العراقيين. البعض يتساءل إذا ما ذهب العراق إلى انتخابات مبكرة. لست أنا الوحيد الذي يقول. طيب أستاذي يعني هذا نعم النظم العالمية، النظم الديمقراطية، نعم. النظم السياسية يجب أن تكون هناك ثوابت، يجب أن تكون هناك قواعد. نعم هناك من يشد عن هذه القواعد، من يتهم بخرق الدستور، بخرق سرقة المال العام، ولكن يبقى القضاء والدستور والقضايا الدستورية هي المرجع بالنسبة للكتل السياسية. طيب يحدث اختلاف، يحدث تنازع، يحدث هذا، ولكن يجب أن نحترم هذه القرارات. هذه الفكرة يعني وصلت مجرد التهديد بتلويح لا لكن معلش اعذرني ذكرت يعني مسألة خطيرة أن نصل أنه يهدد القضاء. هذا طيب أنت ذكرت موضوع أحمر جدا أنه لا نهدد القضاء. من يهدد القضاء إذن نحتكم إلى الشارع. لا يمكن أن يأتي مواطن من الشارع
بسيط يعني مستوى الثقافي إلى محدود يريد أن يحاكم طبقة سياسية كاملة أو يعني ربما هذا المواطن المسكين هو المغلوب على أمره، أما من يعيش في رغد ويستفد من السلطة لا يشكو. لديك مداخلة بسيطة أستاذ باسل لأني الوقت يداهمنا، تفضل. نعم بمداخلة بسيطة. اليوم ضيفكم الكريم يتحدث حول مسألة القضاء وإلى آخره. هل الإطار التنسيقي احترم القضاء عندما صدرت مذكرة من القضاء باعتقال قاسم مصلح؟ ألم يقوموا وبتطبيق ومن هو قاسم مصلح يعني والمنطقة الخضراء؟ لماذا تذكر هذا المثال؟ اذكر مثال أستاذ باسل، اذكر مثال قرار المحكمة المثال أي من يقول بأنهم يحترمون القضاء لم يحترموا القضاء. من ايش وقت احترموا القضاء؟ من ايش وقت؟ هذا المثال، هذا مثال صغير قياسا الى نتائج انتخابات. انا اشكركما. اذا تصدر مذكره اعتقال لم تؤخذ بعين الاعتبار، وين اضرب المثال؟ استاذ باسل الكاظمي، انا اشكرك الاعلام والمحلل السياسي، واشكر ضيفي يونس الكعبي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما. وللمزيد أيضا حول التطورات في العراق أرحب بضيفي من محافظة ذي قار الدكتور أنور عزيز، عضو المكتب السياسي لحركة امتداد. دكتور أهلا بك. امتداد، كيف تتابع ما يجري؟ أيضا لحضرتك لأنه في المرة الأولى هو صار للتيار الصدري المرة الأولى سبقتها في عام 2019 وعدنا كانت المطالب ألو صوت واضح؟ نعم تفضل أكمل. نعم لم يكن المرة الأولى هو دخول أنصار في الصدر إلى داخل البرلمان، كان هناك دخول في سنة 2016 وفي 2018 وقبلها، وكانت هناك مطالب تمس عاطفة العراقيين ومطالب شعبية. في 2016 طالبوا بإلغاء قانون الانتخابات، قبلها طالبوا بتعديل عفو قانون الانتخابات، وقبلها طالبوا بإلغاء رواتب البرلمانيين. لكن ماذا يحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك يحدث انسحاب من أنصار، يعني من قبل أنصار التيار الصدري من قوة البرلمان، وإنهاء اعتصامهم مقابل لا شيء يتحقق من هذه المطالب. ثم بعد ذلك تكون هذه تحققت مطالب فئوية، يعني خاصة بهذه الفئة فقط وليس المطالب الشعبية كما كانت في بروباغندا قبل الدخول إلى البرلمان. نحن كذلك يعني اعتدنا على هذه المشاهد. اليوم التيار الصدري أو أنصار التيار الصدري هناك بروباغندا بمطالب شعبية، بمطالب عالية ذات سقف عالي، مطالب بإلغاء الدستور وبتجميد الدستور وبإلغاء يعني أوصل إلى استنتاج. دكتور أنتم مع المطالب التي أوضحها التيار الصدري، أنتم في حركة امتداد، أم أنكم تخالفون بعضا من مطالبه، تطالبون بالتغيير لكن لا أن يصل الأمر إلى تلك الشروط أو المطالب التعجيزية؟ نعم، اساس دخولنا الى عالم السياسه كحركه امتداد كان لدينا عده مطالب، من ضمنها تعديل قانون الانتخابات واجراء التعديلات الدستوريه. اصبح الدستور حاليا عائق كبير يقف امام تشكيل الحكومات على مدى كل دوره انتخابيه، على مدى كل دوره نيابيه يقف الدستور عائقا. لذلك من مطالب حركه امتداد ومن برنامجها السياسي تتبنى التعديلات الدستوريه وتعديل قانون الانتخابات بقانون اكثر عداله واكثر دقه في تسجيل اصوات الناخبين. نحن من حيث المطالب نشترك ربما بالمطالب، لكن مطالبنا اكثر واقعيه وبالسياقات الدستوريه، لا نطلبها بشكل راديكالي او نطالب بتغيير راديكالي. نطالب هذه الامور والبرامج السياسيه ضمن السياقات الدستوريه. طيب انتم ترون في امتداد ان
الأفضل أن يجلس الطرفان الإطار التنسيقي والتيار للحوار، إعطاء فرصة للحوار لإيجاد ربما مخرج ينقذ العراق ربما من الفوضى أو ربما قفزة إلى مجهول؟ أكيد حركة الامتداد نشجع على الحوار بين الأطراف السياسية المتقاسمة، لكن قبل أكثر من 3 أشهر أعلننا في مؤتمر صحفي أنه في حال استمرار المماطلة لتشكيل الحكومة واستمرار تأخر تشكيل الحكومة ستذهب امتداد إلى خيار هو جمع مواقيع داخل قبة البرلمان لحل البرلمان وإعادة الانتخابات، أما هذا الخيار أو الخيار الآخر هو الانسحاب من داخل قبة البرلمان والانتخاب ولا تقديم الاستقالة، استقالة نوابنا. بالنسبة لنا نشجع أكيد على لغة الحوار، لكن في حال لم يحصل هذا الشيء واستمرت هذه المعاقلات واستمر تأخير تشكيل الحكومة فإن الامتداد ذاهبة إلى أما جمع توقع لحل البرلمان أو الانسحاب من البرلمان.